أكثر من 2 مليون زائر لمعرض الجزائر الدولي للكتاب في نسخته 23، رقم غير مسبوق قبل طبعة 2018. سجلنا لغاية اليوم الساعة 11 الصباح أكثر من 2,200,000 زائر، 2,200,000 فيزيتور jusqu'à aujourd'hui à 10h du matin. يوم الذروة كان أول نوفمبر، كان يوم عطلة بطبيعة الحال، تلاميذنا في عطلة خريفية لأربعة أيام. تجاوزنا ذلك اليوم أكثر من 630,000 زائر. دور النشر حاولت استمالة القراء قبل غلق أبواب المعرض، في حين اغتنم هواة وعشاق الكتاب فرصة آخر الأيام للاستفادة من بعض التخفيضات. في اليوم الآخر من الطبعة 23 درنا تخفيضات فيما يخص لو ليفر باراسكولار، فيما يخص بالخصوص يعني لي كلاس ديكزامان توسكي بي ام باك اي 5 ام بي. دونك فوالا يعني لاحظنا بلي كاين اقبال كبير على هاد الكتب. هناك في الايام الاخيره تخفيضات في الكتاب. ساسوق لك مثالا فقط، هناك روايه اقتنيتها من احد المكتبات في الجزائر العاصمه ب 1700 دينار، ثمنها اليوم 800 دينار، بمعنى اكثر من الضعف. أرقام الطبعة 23 من حيث عدد مبيعاتها وحتى زوارها مؤشر إيجابي، لكن الأهم يبقى ترسيخ ثقافة القراءة والمطالعة لدى الجزائريين.